مرحبا بكم عند حلويات الشباب هنا عند عزيز الجوده والاتقان. كنحاولوا نخلوا ديما الجوده في المحل، ديما خص المحل يكون نقي، وديما خص السلعه نكون حافظين على الجوده نفس العام على العام. ما نقدروش نبدلوا، خص السلعه تزادت سلعه غاليه ما نقدروش نقصوا في الجوده، خص الجوده تبقى ماشي مشكل. واخا السلعه مزيوده كنحاولوا نبقاو ديك السمعه ديال المحل تبقى ديما كاينه. السلعه تخرج شويه اليوم، تخرج السلعه الحمد لله شويه اقبال شويه في هذا الحوايج، اقبال شويه ضعيف فوق القضيه شويه مزيره شويه الحوايج مع الغلاء الاسعار اللي كاينه دابا الوقت مضروره شويه. هادشي ديال الكوموند البيض الكوموند على بريوات اللوز صايبهم سيجاره اللوز، كاينه المخرقه ديال اللوز، كاينه المخرقه بالجلان، كاينه المخرقه عاديه، كاين بريوات كاوكاو سيجار كاوكاو بليغه مقروة التمر كاع اللي بغيتي مرحبا. والاثمنه مع الزياده تاع الزيت وهادشي والطحين وداكشي ما خليوشكم انتوما ما قدرنا نزيدو والو، زدنا غير واحد الجدران يزدنا، وخا القضيه مزيره شويه الزيت قاصحه شويه، كاوكاو غالي، كاوكاو غالي بزاف كاع والزيت بزاف. ما نقدرش نزيدو على الكليان، ما قدرناش نزيدو لان المنظومه هنا ديال البلاد ما ضعيفه شويه، ما نقدرش تزيد الا زدتي شي حاجه الكليان مساكن اللي كتقداو عندنا تا هما على قد الحال. هذا النهار الاول ديال رمضان ولا النهار الاول اللي قبل رمضان كيفاش كيكون؟ هو كيكون الاقبال، الاقبال ديال الموسم كامل هو هذا النهار هو اليوم ديال العواشر وغدا، النهار الاول في رمضان ان شاء الله. الشباكيه شحال دايره؟ الشباكيه 30 درهم. بريوات؟ بريوات 35 درهم. الشباكيه شنو كديروا فيها؟ الشباكيه فيها حبه حلاوه، النافع، جلجلان، نديرهم سيبيسا كنديروا. انتم قدام شويه هنا المحل عنده السمعه ديالو. الحمد لله المحل عنده سمعه معروف، المحل عندنا تبارك الله. هنا كيجيو عندكم كليان ديالكم كل عام؟ كاين عندنا كليان في المدينه كلها كيجيو عندنا، وكيجيو عندنا حتى من خارج المدينه من نواحد والاسفي، كل الناس كاع كتقدم عندنا، الحاجه مزيانه الحمد لله. ورقه البسطيله كما كتعرف كيكون على الاقبال شويه في هذا شعبان ورمضان، ورقه البسطيله اللي هي معروفه في مدينه اسفي محبوبه الجماهير. ورقه البسطيله كما كتعرف كاينه ورقه كبيره، كاينه ورقه صغيره، كاينه ورقه ديال البخار، جميع انواع ورقه البسطيله كاينه. علاش كيدوا الناس شنو كيوجدوا بها؟ ورقه البسطيله كما كتعرف كيخدم بها كلشي، كيوجدوا بها البريوات، بريوات ديال كروفيت، بريوات ديال الحوت، بريوات ديال اللوز، كل واش كيدير بها. والاقبال كي كيكون عليها في هذا الليل؟ الاقبال اخويا كيكون مزيان كما كتعرف دابا هذا الشهر ديال رمضان كيكون اقبال على ورقه مزيان. شنو انواع الورقه اللي عندكم؟ انواع كاينه ورقه ديال البسطيله كما كتعرف هذه، كاينه ورقه ديال البخار. شنو الفرق بيناتهم؟ ورقه ديال البخار كما كتعرف هي مقبوله كتصبر شويه، ما تتقطعش. لا ما كتقطعش، كتصبر، تقدر ديها تريح عندك يومين ثلاث ايام تخدم بها عادي مزيان، تصبر لك ما تقطع ما حتى شي حاجه. فهذه تديها تخدم فيها بنار مزيانه. واليامات العاديه من غير رمضان كيفاش كتكون؟ العاديه هي كتكون ورقه ديال البخار ديما على طول العام كنخدموا عليها. ثمن بشحال؟ ثمن كاينه عاديه دايره 500 وديال البخار دايره 700. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.